السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ولا ليال حيال أن لقاء مسكرين يا مال مها الصعبة أو أباها إن لقاء الله خاصة رجا صوماليات مالمان واح آد يو آد للايابا اي سمينيا او ولي ما يكو سمينيا دمر كي قبان اي حاسس كودا ولكن يو سيدان الهي مبنينين حاس كاغو انا سيدان اوغشو إلهي ما بنيني آيات سيخالتهم بعد أفعلت ولا الكيجيو وضربوهن ماهن إن وجيه أي برران أو أرقى أي إن ير أي كاركتو سيدا أي كان أخلان وضربوهن ماهن إن فيري الله لغو قرعو حاسكا أما دمركا وضربوهن ماهن إن جركيدو دن راوع لغديو وضربوهن ماهن سيدا إذا كانت أفهمتين وضربوهن وحاويان أما رسولك سيدا نوشيكي وحان تركي إذا داوع أما حانون آن ويالين إلهي وحكور مرسيي وضربوهن وحكور مرسيي فاعذوهن واهجروهن في المضاجع. الله أكبر. أنا حريصو حاسكاكي حالي واحد داوضي قبر صوماليات وجيو دان كبر راي او عرقي اي لا ضاي ولبا او عنزي فيها بحو الكينين يعني عرقي وحوي عرقي سوال كيسا لكن عنزي فيها بحو كيسو وحاسدا يالي او اقالي وانين رك صوماليا آوي نحريستي آوي إسلام نمذي آوي قل كالق عيلكي آت قصو قرشتي قبدا صوماليات سيوى البو أو أي أخل دانتاي قبدو حلقارنا وآدقا إياد الرقع وإلهي حلق ساري وإلهي كادقاي نين ساري سر مين سرقو قرسيي حلقارنا وإناد أدك ستو عقليو كالدبون سياسة كالدبون إناد أدك ستو ماهن إن أت أدقن تصير دخون كه أما دم حيوان ده كلا ولي بحيوان ده برام بهذا وهكذا هذا كل كور دابتي سيدا كلا جبر سوماليات أو قلبي كلا جحدي أو لو حجي إن يعنت الصحراء جعل بين إن لجو أبو ري أيا وحالي لا تد إجع شهاي بعد عندها الصحراء أو صاد ولي به أوي عقلي عقلي سيدا مو نقضي آوي إسلام لماذا سيدا مين قطعي آوي نحرستي سيدا مين قطعي أديك كبدا قصة مينية قراعية ما أقرشت ولا شاد إن سيدا الله قراعو ما أقرشت ولا شاد إن سيدا الله قوي راهدو صادوب أديك إنتو حقرست حاسكاكو سياف ربهم إلهي كوشيكي فعيدوهن وانية واني هذه خات أقارته، ودمر، وسأس وعوي مسكين ويان، واحد عليه أو أركيس غلط أيضا وما أركيسه، لكن عليك هي على جارنا ويا، إن ترتيب أدو فانسيسه، سعقل يا إنسان أدو فانسيسه، أدو تستو واحد هنا خلدي هي، ما هن إن أن إنكو أنكو دول تمنو جمدا مساكين سوماليات. والله جوداس وسيدا الله قالي ما تما أقول قفك سيدا أو قالي إلا سير سيدا الله قال أما إلا حر ما أقول فيري نحرست كجرت فيري نحرست كجرت أيضا وجهي إذا برسان أو وجهي إذا سيدا ويالا أو وجهي إذا سيدا يهاي أو نينكي يالي ما تما أقول إلا حر أما سيدا لي يالو سكتاب ويدا عين بيتاين
adigana waad ku faraxsan tahay. Way i dhibtino, saan baan yeelayno, waxaas waa khalad. Garaacitaankaas sharciga Islaamka ma banaynin, mana ogola in sidaas loo garaaco xaaska ama gabadha. Ma ogola. Hadday ku dhibto, aad fahmi weyday, waxaa ku banaan inaad markaa furto, aad gabad kale iska raadisato. Adigoona dhaawicin, adigoo wajiga saa ka yeelin, adigoo dhibaato u geysanin, adigoo waxba samaynin, waad furaysaa mid kala daraasanaysaa oo ku fahanto. Ilaahay isugu wuxuu leeyahay, irxamuu man fil ardi yarxamukum man fis samaa. Irxamuu isu naxariista dhulka, ilaahay wuxuu idinka naxariisanayaa samada. Naxariistii maanta waxay noqotay guurka fiiriya, waxaa loo guursanayaa oo ilaahay u sameeyey mawadda wa raxma, kalgacayl iyo naxariis. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قولك وحصلوني في لتسكنوا إليها سات إذنك كحشسان وجعل بينكم مودة ورحمة. إلهي وحي لدهنينا مودة كالقعين ورحمة نحريس. وحنوا دمر قلبي قاد كحد كرتا سي عقلي سبت واحد وفاسين كرتا حي لي واد سو غوستي جعل باد سو غوستي ان وها اسل هي ما كان لك غودا دواتا سدا لا لا يلي نين كيل وها غو اركي انا ما فهمي انا او فكري انو ارغوس او سميي حتى حدات ارغوس سميسي واد خلدنت ولي وها كلي هي waad khaldan tahay, waad umar, waxay ogtahay mala waa ilmo kale, waa masaakiin, wax badan bay haysaa. Wallaahi wax badan bay haysaa, dumarku wax badan bay hayaan. Ragga waxa weeyaan arrintaa ma oga, jikay galaysaa, kuleelkaa ku jirtaa, gogosha ay ku firaashaysaa, gogoshii way ku diyaar. Raaliyad weyn ku ogashay waad adeegsataa. Cunugya ayadaa hayso oo hurdo ma hurdo, adiga waad hurdaa. Ayadoo kulaalkaa ku jirto daalan, habeenkii waxaad kartaa weli gogasha karabtaada. Hal sekin hadday guriga kugu dhaafto oo ay ku dhaahdo ama hal maalin ay ku dhaahdo, maanta guriga adigan kaaga tagay, ilmaha u qabay quraac iyo khada iyo casho u kari, gurigan soo nadiifi, gogoshan nadiifi, soo hagaaji. Wallaahi inaadan samayn karin. Naxariis ilaahay inoo naxariisanayo ayuu ilaahay u sameeyey dumar. Dumar ilaahay sidaa xikmad ba ayuu ilaahay ugu talagalay dumarkaan arkaysaan oo ilaahay sameeyey oo aadam dhabarkiisa ka sameeyey oo ka abuuray waa xikmad. Maahan bilaa xikmad ilaahay wax ma abuuro, bilaa xikmad ilaahay wax ma abuuro. Wallaahi ilaahay bilaa xikmad ma abuuro. Waana aragnay anaga in badan, waa aragnay dumarka inay waxba noo hayaan. Xaqiiq weyaan, ninka sidaa u galay wuu og yahay inta cisho uu la noolaa uu la joogay waxay u haysay. Maanta haddii la waraysto yaa wax badan fiican buu ka sheegaa, laakiin haddana isagoo og ayuu sidaa u galay, wajigeeda u bedelay, ayuu jirkeeda dhaawac u gaarsiiyey. Walaalayaal, dumarka aan xishmayno oo aan u naxariisano oo aan u dhimirino oo qalad walbay gasho aan ugu bedelno wanaag iyo farxad, maxaa yeelay way ku dhashay, way kula dhalatay, waadna qabtaa, wayna ku dhali doontaa. Tan ku dhashay ayaad ka ogaan kartaa dumar inay naxariis leedahay. Waa hooyo, hooyaad ka ogaan doontaa, waa aad ka ogaan kartaa, waana ka ogtahay, way ku soo koysay hooyo, waxayna ku bixisay qarashkeedii,
ayada cilad aaday ku siisay gaajay ku saaxatay aaday daraadaas ay ku korin lahayd ay ku labisi lahayd fiiri naxariista meesha kaliya ka eeg meel kale ka eegin hooyo fiiri hadaa rabtid inay dumarku ay yihiin kuwa naxariis badan hooyo fiiri hooyo xaaskaas ku fiiri waa isku mid waa isku mid hooyo markay ku naxariisato ay ku naxariisan jirtay midaa haddaad qadin ay ku naxariisanaysa waa inu ku naxariisataaba cashay ku diyaarisa jikada ay gashaa kulaalka ayadoo daalan gogasha haddana waxa weeye raaliyad ay ku tahay sariir diyaarsan ayadoo diyaarsan casho diyaarsan caruurtiio jiifaan aada imaanaysa in yar khalad ay gashay ayaa sidaa wejigeeda ugu bedelaysa waa in yar khalad khaladku waxa laga yaaba yar inuu yahay intaas yar waxaa laga rabaa inaad adiga bedeshid adiga aada saaxdo adiga aada faansiiso si tartiib si caqliyaysan inaad u faansiiso ma ahan inaad fiir iyo laad iyo suxun inaad u garaado ma ahan sharcigana ma ogola waa khalad bataatanba dumarka in dhiiggooda sidaa loo galo ma banaana dhaqasho ayaa banaan haddaad dhaqan waaysana iska fur iska fasax waa mid kale raaso ha dhibin ha dilin ha bedelin wejigeeda jirkeeda ha bedelin u daasideeda sidaa ku fur mid kale raaso walaalkaygiio talada ugu dambeysa ku siinaya ragga waa xumaadeen runtii ragga qaar soomaaliyeed maalmaha waxay u badan yihiin kuwa sii xumaada kuwa kasii dara taa waxaa keenayso cilmi la-aantaa keenayso haddaa aragtid nin oo neegtiisa suxun u galaya waa bilaa cilmi cilmi ma laha cilmigu wuu ku hagaa oo wax wanaagsan buu ku faraa laakiin jahliguna kuma hagayo waxun buu ku faraa wuu ku hagaa laakiin meel xun buu ku hagaa waxun buu ku faraa waxun buu ku fahansiiyaa marka waxa weeyaan jahliga aan ka baxno cilmiga aan dhankiisa aan aadno saan yacni aan u noqono kuwa naxariista qalbigooda mar walba ku jirto rag dumarkoodana u naxariista caruurtooda u naxariista waxaan arkayay aabo soomaaliyeed gabadhiisa aasay aabay naxariistay aabay aabinimadii weli dumar baan taaganaa wax sidaa loo galay waa dumar wax wajiga laga bedelay waa dumar wax la aasay waa dumar waxa sidaa saxara loo siiyay waa dumar war dumarka aan u naxariisano oo aan u dhimirino dumarka aan u damqano dumarku wallaahi garab weyn bay noo taagan yihiin meel weyn bay noo taagan yihiin wax walbay ku ogashahay khaladkaa yar inaad saxdaa lagaa rabaa ma ahan inaad ku tumato khaladkaa yar arkaysid inaad saxdo ayaa lagaa rabaa walaalkaygiio walaashay insha allah walaalkay waxaan kugu dardaarmaya intaa weeyaan waxaan usoo fariistayna waxba igaadal siiyeyna waa intaa waxaan khaldayna hadal ah ilaahay shaydaan bay xaggiiska ahaadeen waxaan saxayna ilaahay xaggiisa ay ka ahaada insha allah wabilahi tawfiiq wasalaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.